في مبادرة أخرى الحقيقة لنبذ التعصب ولنبذ كل ما هو سيء وكل ما هو لا يمت للرياضة بصلة. بعث نادي الأهلي لمجلس إدارة نادي الزمالك خطابا من خلال رئيس مجلس إدارته كابتن محمود الخطيب لتهنئة مجلس إدارة نادي الزمالك على ثقة الجمعية العمومية فيهم خلال الفترة القادمة. ده برضو أعتقد أنه موقف متوقع جدا وطبيعي جدا من مجلس إدارة النادي الأهلي. النادي الأهلي ليس لديه خصومة مع نادي الزمالك وجماهيره، حقيقي طول عمرهم موجودين وطول عمرهم بيتنافسوا، يفوز من يفوز ويخسر من يخسر، وفي النهاية تبقى الروح الرياضية. وأعتقد أن المبادرة من جانب مجلس إدارة النادي الأهلي والكابتن محمود الخطيب بتهنئة مجلس إدارة الزمالك الجديد كابتن حسين لبيب والمجموعة كلها اللي في القائمة الموحدة بتاعته، أعتقد ده بيعبر وبينقلنا إلى مرحلة جديدة. ويمكن أعضاء مجلس إدارة الزمالك الجداد حتى قبل ما ينتخبوا كانوا بيأكدوا على الروح الرياضية اللي هي ممكن توصل في بعض الأحيان إن هو يقول أنا عاوز أكسبك، ده حق مشروع، لكن في النهاية العلاقات الطيبة هي التي يجب أن تسود وتدوم بين الناديين، لأن في النهاية الاتنين بيمثلوا جناح الكرة المصرية والرياضة المصرية. صحيح، وجودهم مع بعض شيء مهم جدا وكان ضرورة، وبنشكر مجلس إدارة النادي الأهلي طبعا على هذا القرار. أستاذ محمود، وطبعا هو ده قدر الكبير كبير الأسرة الرياضية، وإنه يترفع عن كل الأزمات اللي حصل وتعرض لها من جانب المجلس السابق في نادي الزمالك، وإن هو يبادر بفتح صفحة جديدة وتهنئة مجلس الإدارة. أعتقد إنه دي رسالة، حتى رسالة لبعض الموجودين في المجلس الحالي وعلى رسوم مهندس هشام نصر، هشام نصر اللي أدى بتصريحات برضه مثيرة خلال العملية الانتخابية من أجل برضه اللعب على وتر الجماهير بصورة أو بأخرى، لكن رسالة واضحة الأهلي بيقول له أهو إحنا ما عندناش مشاكل. والغريبة إنه لا تلحظ ولا تجد ولا تستطيع ان تمسك بشيء من اعضاء مجلس اداره الاهلي ولا المنتسبيه الرسميين ان هم طلعوا بتصريح رسمي يمس نادي الزمالك من قريب وبعيد. كلها اوتار، يعني كلها امور يا كابتن لعب على اوتار الجماهير بصوره باخرى. مجلس اداره الاهلي ادى بعت رساله مفاداها انه هو بيقول انه هو خلاص الفتره انتهت وراحت لحالها، احنا بندعم الرياضه المصريه وبندعم كل ما هو رياضي. طبعا اتمنى ان كل واحد ينشغل بمشاكله وبعيوبه وانه يعلي من الرياضه. وانا شايف الظرف اللي احنا فيه ده يدفعنا بامانه شديده انه ان نسكت الاصوات النشاز وان نعلي مصلحه الوطن، وان يكون المساله فيها منافسه، واللي شفناه في ماتش الباسكت في البحرين والجمهورين مع بعض، والماتش والمشهد الراقي الجميل، واللي شفناه منتخب الجزائر وجماهير مصر والجزائر في كانت في العين كلها. يعني عايز اقول ايه يا جماعه، دي منافسه. يا استاذ جمال، برضو الكلام اللي احنا بنقوله ده فيما يخص برقيه التهنئه، هي ليست برقيه تهنئه فقط، ولكنها رساله لكل الاجيال، رسالة للجمهور في المدرجات، بالزبط. لجمهور النادي الأهلي اللي هو دائما ما بيكون يعني هو الأساس في كل شيء، ولجمهور نادي الزمالك ان هو انا ما عنديش مشكلة مع حد، انا كنادي أهلي عايز اللي انا بعمله يعود على المدرجات، ان انا اشوف طبعا المدرجات زي ما الاستاذ محمود بيقول ان الجمهورين في مباراه السله قاعدين جنب بعض ما فيش مشكله خالص، في مباراه المنتخب الجزائري المنتخب الجمهور الجزائري قاعد مع الجمهور المصري، وبالتالي هو ده اللي احنا عايزين نوصل له، ان اللي بيعمل حاجه بره هو النادي الاهلي هو الكبير، وبالتالي عندما يفعل مثل هذه الامور هو بيعملها عشان نشوفها في المدرجات، بس نشوفها في الملعب ما بين اللعيبه. وفعلا مجالس الاداره او المسؤولين في الناديين يعني علاقتهم الودية بتنعكس كمان على الجماهير. طبعا ما هو النهاردة ما يبقاش حد بيولع الدنيا بين الجماهير هنا وهنا، وفي الآخر نطلب من الجمهور ان هو يتصرف بمثالية. اذا كنا احنا بنطالب اللعيبة على ارض الملعب ان هم يتصرفوا صحيح بروح رياضية، فما بالنا بمسؤولي الناديين. والحقيقة ان نتمنى ان تكون هذه بداية لمرحلة جديدة. اللي أنا بقول هي مرحلة جديدة قديمة، يعني هو أصلا هو ده الأصل، هو ده الأصل، يعني عودة إلى أصل العلاقة بين الناديين. والله دايما يا أستاذ محمود، حتى لما كنت بكلم الكابتن خطيب يا أستاذ جمال،
في بعض الاوقات احنا برضو يعني كابتن خطيب وادارته للنادي الاهلي بيبقى ليهم رؤيه معينه. بالظبط. احنا برضو يمكن شباب يعني ساعتها يعني من سنتين ثلاثه كانت الدنيا اقل شويه، لكن فلما كنا بنسمع ان في حد فلان بيشتم او بيعمل بتاع فعايزين نطلع نرد. ما هو على فكره ده يعني ده اللي احنا المفروض يحصل. كان دايما يقول لك ايه، والله كان يقول لي كده ما تردش. لا مش ما تردش، كان يقول لي طبعا ما تردش، ولكن كان يقول لي دايما ان الاخلاق دائما ستفوز. ده الاساس. قال لي يا عم الاساس ايه؟ الاساس عمره ما بيبقى الصوت العالي. لا طبعا لا عمره ما بيبقى الصوت العالي. قال لي سنه 2 3 4 ولكن في النهايه اللي هيحصل او اللي هيكسب هو الاخلاق. لا يصح الا الصحيح. في قصه شهيره برضه كابتن، الرياضه اخلاق. قصه شهيره لما الكابتن محمد حسن حلمي اراد، اللي هو رئيس نادي الزمالك الرمز التاريخي، اراد ان هو يروح يهنئ كابتن صالح سليم ومجلس ادارته بفوزه بالانتخابات. كابتن صالح اللي راح له صح لما عرف ليه. هي دي العلاقه الاصيله. وبعدين على فكره حتى ابرز نجوم النادي الاهلي وكان منهم واحد من القدامى الرائعين كابتن احمد مكاوي طبعا. كان دايما يقول لنا ان هو بيروح بعد ما يلعبوا الماتشات قعدتهم كلها والسمر بتاعهم يعني كان في نادي الزمالك، بيروحوا يقعدوا مع بعض مع نجوم نادي الزمالك في ذلك الوقت، حنفي بسطان وزكي عثمان وغيرهم من النجوم. فالعلاقه هي دي الاصل. اما مساله ان انا اكسبك فدي برضو تخضع لقوتك بقى في الملعب، انت وشطارتك. ايوه ما احنا قلنا ان ده طبعا شيء جيد جدا. كل واحد يتكلم ويعمل كل حاجه ونقول ان التقارب والمش عارف ايه والكلام الحلو ده كله، ولكن كل واحد هيدافع عن نديم من وجهه نظر. بالظبط، هو ده الحقيقه. ولذلك احنا لا نطالب غير بالعلاقه الطيبه المحترمه. بالظبط. طول ما العلاقه طيبه ومحترمه، يعني حتى اثناء انتخابات الزمالك الاخيره لاحظت انا حاجه، بس يعني الحقيقه ما كانش صوتها عالي قوي، حكايه كهربا، انه بعض المرشحين كان من ضمن برنامجهم تقسيط عقوبه كهربا. ان النادي الاهلي، هي المساله مش كده، النادي الاهلي مش طالب ان هو يقصر. لا يا استاذ جمال، ولا كهربا، ده مش مساله كهربا مش طالب انه يقصر. لا مش مساله تقسيط. لا انا اقصد في بعض اللعب على مش مساله تقسيط على موضوع الجماهير. لا مش مساله تقسيط غرام كهربا، هو الاهلي اصلا ما بعتش عشان يقسط غرامه كهربا. لكن انا عاوز اسالك سؤال. لا ده الحدوته راحت ايه؟ المهندس هشام نصر طلع بحدوته قال لك ده بيدرس في الفيفا، يعني حاجه في منتهى الغرابه انه كوبري كهربا بيتدرس في الفيفا. يعني انت يعني ايه؟ لا واكتشفها ويقول لك شفناها واتفرجنا عليها. ما توريها لنا طيب عشان احنا عاوزين نشوفها عشان نتعلم منها. فانا عاوز اقول لك ايه، الكل لعب على وتر الجمهور ونسي مثلا المهندس هشام نصر اللي عمله في اتحاد اليد، اكبر لعيب على التوقيع للعب للزمالك، تغيير بعض اللوائح للاتحاد عشان من اجل ما انا بكلمك. ما انا بقول لك، لكن عاوز اقول لك ايه، لم يخرج احد من النادي الاهلي او مجلس ادارته يرد على الكلام طبعا. خلي خلاص، خلي لول يقول، لانه الكلام ده برضه هتقعد الجمهور برضه هيقعد قاعد خلي بالك ملاحظ صاحي وملاحظ وفاهم ومتابع في ناس. واحنا خلينا في الصفحه، ولكن ايه يعني. انت شفت انت عملت ايه؟ جه الاهلي عمل ايه؟ خد الخطوه. ده خطوه ضامنه، اقولها بقولها لك اهو، دايما الكبير وكبير الاسره الرياضيه بياخد خطوه وبيترفع عن كل الكلام ده وبيحط الامور في نصابها القانوني. صحيح. برقيه تهنئه هدفها فتح صفحه جديده، وان المنافسه الرياضيه اكبر من ان احنا ندخل ندخلها في زاويه تانية دخلت وخرجت عن الحدود ويعني والاداب العامه. بامانه شديده اتمنى المرحله الجايه نشوف حاله هدوء في الوسط الرياضي، ونشوف تاكيد على عيوبنا واخطائنا في المشهد العام الرياضي نحاول نصلحها بالتفاهم مش اكتر من كده يعني. طيب.